أمل الرئيس فؤاد السنيور العودة إلى احترام الدستور وصيغة الطائف وإعادة الاعتبار والهيبة إلى الدولة. كلام السنيور جاء في أثناء جولته على مطار نتصيدا للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، حيث زار للغاية مطرانية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، ومطرانية صيدا والسور ومرجعيون للروم الأرثوذكس، ومطرانية صيدا ودير القمر للموارنة. هذه الظروف التي نعيشها ظروفا ليست سهلة، وهي صعبة، وهي تقتضي منا العودة إلى ما كان قد اقتضانا ذلك منذ عقود عديدة، بأن نقوم بالإصلاحات اللازمة من أجل يعني تمكين وطننا لبنان من أن يصمد في وجه الأعاصير المختلفة. مطلوب الآن هو أن نقبل على عملية الإصلاحات الحقيقية التي نستعيد فيها للدولة دورها وهيبتها وسلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. المعالجات التي كانت تقتصر على ما يسمى المراهم القليلة من هنا وهناك والمراهم المعالجات الجزئية، هذا ما عادت تكفي. وزار السنيور سوق صيدا التجاري وجال في أرجائه.